السلام عليكم، صباحكم مبروك. هذا الصباح اكتشفنا واحد الامر فضيح بزاف كظهر لكم هذا القنينه هذه، واذا فتحناها غادي ننظروا لها ونشوفوا على ان هناك زيت الزيتون، لكن من بعد هذا زيت الزيتون غادي نحيدوا حيد السي عبد الملك. ها هي زيت الزيتون، كنشوفوها زيت الزيتون 5 لتر، هذه من فئات 5 لتر، يعني قنينه كبيره 5 لتر، لكن غادي نحيدوا هذه العلبه هذه تاع سوبرادين. اييه غادي نحيدوها، غير هذه العلبه اللي فيها شويه ديال الزيت، لكن هذا اللي في القنينه كلهما الا رجعناها بهذه الطريقه، يعني كنصحوا جميع المشاهدين في هذا الفيديو هذا باش يردوا البال، رجعناها ورجعنا العلبه هكا غادي نحلوا نلقاوها زيت الزيتون 100%. هذا زيت الزيتون ها هو، شوفوا العمليه اللي داروا لها هاد الناس، غادي نحيدوا غير هاد السوبرادين اللي فيها هاد الشويه هاد الاميال هادو نتاع الزيت البلديه، هذه فعلا زيت بلديه ولكن داخل في القنينه عامره غير بالماء. انت غادي يوهموك على انك غادي تشاهد الزيت وغادي تقدر تحشي صبعك كاع باش تذوق، كاين بعض الناس اللي فيهم هذه القاعده كيدير صبعو يذوق واش زيت الزيتون، غادي تذوق غادي تلقى زيت الزيتون رفيعه ولكن راه غير في هذه الاميال هذه. تبارك الله عليكم ويومكم مبارك سعيد.